صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنه 2024 بتعيين مدير في هيئه التخطيط والتطوير العمراني وذلك بناء على عرض وزير الاسكان والتخطيط العمراني جاء فيه تعين السيده مريم علي محمد العامر مديرا لاداره الدراسات والسياسات العمرانيه في هيئه التخطيط والتطوير العمراني